النهارده انا جايبه لكم احلى طريقه ممكن تعملوا بيها البطاطس. بجد الطريقه دي انا عن نفسي انبهرت بيها. الترند اللي قلب السوشيال ميديا اليومين دول البطاطس الجمبري او بطاطس عم وحيد او الفريسكس، تعددت المسميات لكن المضمون فعلا في منتهى الروعه والجمال. قد ايه الطريقه دي بتخلي البطاطس مقرمشه جدا كده وطعمها لذيذ جدا جدا. انتوا هتستغربوا من بساطه وسهوله الطريقه دي، ولن تتوقعوا في الاخر النتيجه هتكون عامله ازاي. تعالوا بينا يلا نبتدي وصفتنا الجميلة دي، بس في الأول ما تنسوش تشجعوني باللايك والشير الحلوين بتاعكم. أنا هستخدم النهاردة نص كيلو من البطاطس، ولما تستخدموا بطاطس في الوصفة دي اتأكدوا ان نوع البطاطس ده هو البطاطس المخصصة للقلي مش للطبخ، اللي هي بتكون لونها فاتح. بنقطعها بالمقطع ده اللي هو بنعمل بيه الخيار المخلل واللفت، بيبقى شكلها جميل. يعني البطاطس بيبقى شكلها كده كرينكلز، يعني عارفين البطاطس المضلعة دي، هي دي بيكون شكلها جميل. طبعا لو مش متوفرة عندكم القطعة دي ممكن تقطعوا بالسكينة، مفيش اي مشكلة. وانتوا بتقطعوا البطاطس الصوابع كده خلوها تكون تخينه شويه، يعني ما تكونش رقيقه علشان تبقى البطاطسايه كده جميله كده وبتشبع، كمان علشان ما تبقاش ناشفه زياده عن اللزوم. انا بوريلكوا السمك بتاع البطاطس. هقطع طبعا كل الكميه بنفس الطريقه دي. ممكن على فكره تحطوا اكتر من قطعه، يعني حلقتين كده فوق بعض وتقطعهم علشان تنجزوا في الوقت. ده سمك البطاطس وانا بحبها بالحجم ده، بتكون مثاليه جدا جدا. هاخد البطاطس وهحطها في المية وهشطفها تحت الحنفية اكتر من مرة، يعني انا شطفتها 3 4 مرات علشان اولا تبقى نظيفة جدا، ثانيا علشان اتخلص من النشا، لان النشا هو اكتر حاجة بتخلي البطاطس بعدين تدبل كده وتبقى طرية. دلوقتي انا جبت مية مغلية، ولازم المية تكون مغلية جدا جدا، واحط البطاطس فيها وهسيبها في المية المغلية دي ربع ساعة. في ناس بيستخدموا مية متلجة، لكن عايزة اقول لكم النتيجة دي افضل بصراحة من وجهة نظري. تعالوا بقى نعمل دلوقتي الكفر المتين بتاع البطاطس. انا جبت طبق وحطيت فيه كوباية دقيق ونص كوباية نشا وربع ملعقة فلفل اسود ونص ملعقة من التوم البودرة. التوم البودرة والبصل البودرة دول اللي احنا عاملينهم في البيت، يعني طعمهم مركز. ضفت نص ملعقة بصل بودرة ونص ملعقة توم بودرة، كمان هضيف عليهم نص ملعقة من الكركم، وممكن تضيفوا نص ملعقة من الكاري اذا حابين. كمان هنضيف نص ملعقة صغيرة من البابريكا، يعني تقريبا يعني كل التوابل هاخد منهم نص ملعقة ما عدا الفلفل الاسود، احنا بنضيف منه ربع بس. طبعا هتضيفوا الملح زي ما انتوا حابين، وهضيف نص ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، نص ملعقة هرمية كده يعني محترمة علشان دي بتدي برضو قرمشة. هقلب المكونات الجافة دي كويس كده مع بعض. عايزة اقولكوا التتبيلة البسيطة دي بتنقل البطاطس كلها في حتة تانية خالص. دلوقتي هنضيف المية، انا ضفت كوباية مية لكن حسيت ان القوام تقيل شوية فهزود حوالي 3 ملاعق مية. المهم ان احنا بنزود المية دي بالتدريج لغاية ما اقولكوا قوام العجينة هيبقى عامل ازاي. اهم حاجة في العجينة دي ان احنا نخفقها كويس جدا كده عشان ما يبقاش فيها اي تكتلات، يعني تبقى ناعمة. كمان اهم حاجة في العجينة خلوا بالكوا ان هي ما تكونش خفيفة، لازم يكون قوامها تقيل كده علشان تلزق في البطاطس، يعني تمسك في البطاطس وتديلها قوام محترم كده وجميل. تمام كده الكفر بقى جاهز معانا. دلوقتي انا هرجع للبطاطس اللي انا كنت حطاها في المية المغلية، لازم المية تكون مغلية جدا على فكرة. كده خلاص انا هصفي البطاطس من المية المغلية اللي هي فيها دي، وكمان غسلتها، وبعدين هفضل اقلبها كده في المصفى علشان تتخلص من كل المية اللي فيها. اهم حاجة تخلوا بالكم منها ان البطاطس دي هستنى لما تبرد خالص، يعني تبقى باردة، وكمان ما يكونش فيها مية، يعني حاولوا تخلوها ناشفة علشان الكفر يمسك عليها، لو كانت سخنة الكفر هيتزحلق من عليها. دلوقتي انا جبت الخلطة اللي هي عاملينها كده للكفر، هضيفها كلها على البطاطس. شايفين القوام عامل ازاي؟ ما تخلوش اخف من كده علشان الكفر اللي على البطاطس يبقى مالي مركزه كده وباين ان عليها كفر. يعني بقلب البطاطس في الخلطة الجميلة دي وبقلبها كويس جدا. خلوا بالكوا البطاطس انا ضفت شوية ملح في المية المغلية، خلوا بالكوا انا نسيت اقول لكم. ده قوام العجينة لما بتكون على البطاطس. انا هسيبها في الخلطة دي 5 دقايق علشان البطاطس تتطعم وتشرب من الخلطة الجميلة دي.
بعدين انا جبت طاسة وحطيت فيها شوية زيت، معلش بقى يعني احنا محتاجين زيت، لازم يكون الزيت غزير شوية، فعلشان ما تستهلكوش زيت غزير هتعملوا ايه؟ هتجيبوا اضيق طاسة عندكم، المهم ان الزيت يكون عالي شوية علشان برضو تستوي كويس البطاطس وتدينا القوام المقرمش اللي احنا محتاجينه. بنزل البطاطس زي ما انتوا شايفين كده، ما تكوموش البطاطس فوق بعضها علشان ممكن تلزق في بعضها بسبب العجين. النار في الاول بتكون طبعا سخنة، الطاسة لازم تكون سخنة جدا جدا وانا بنزل فيها البطاطس، لكن وانا بضيف البطاطس هخلي النار على الوسط علشان ما تتحرقش برضو معايا على ما ارص باقي البطاطس. بعد ما بتستوي البطاطس طبعا احنا بنفضل نقلب فيها لغاية ما تبقى مقرمشة خالص كده، وبعدين بطلعها وصفيها كويس جدا. لما تطلعوا البطاطس من الزيت ما تكوموش البطاطس فوق بعضها علشان تفضل مقرمشة كده اطول فترة ممكنة. انا عمالة اخبط فيها علشان يعني تحسوا قد ايه هي مقرمشة، يعني انا بحب برضو تكونوا مطمنين وانتوا بتتفرجوا. وبعدين بنرجع نكمل البطاطس بنفس الطريقة، بننزل البطاطس في الزيت، خلوا بالكم من ايديكم برضو وانتوا بتنزلوها في الزيت، الزيت بيكون سخن جدا جدا، واحنا بننزل البطاطس ابقوا هدوا النار وخلوها على الوسط. وكمان وانتوا بتنزلوا البطاطس في الزيت ما تخلوش البطاطس تبقى مزنقة على بعضها علشان العجين بيكون لسه لين طبعا، فممكن تمسك في بعض. مش بنقلب البطاطس ولا بنروح ناحيتها ابدا ابدا غير لما الكفر يتغلف كده ويبقى ماسك نفسه علشان العجين برضو ما يمسكش في بعضه. بعد ما بتستوي البطاطس بنفضل نقلب فيها في الاخر خالص كده علشان تاخد القرمشه الجميله اللي انتوا شايفينها دي، قلبوها شويه حلوين. وبعدين طبعا بنصفيها من الزيت وبنطلعها بتكون مقرمشه خالص زي ما انتوا شايفين كده، وما تكوموش البطاطس كلها فوق بعضها علشان ما تطراش بعد شويه. شايفين القرمشة؟ انا بحاول بس اوضح لكم قد ايه هي مقرمشة ومن جوه جميلة جدا جدا وناعمة ومستوية. طبعا انا اتلسوعت وانا بصور المقطع ده، لكن كان كل هدفي ان انتوا بس تشوفوا كل حاجة على طبيعتها. شايفين الكفر متماسك ومقرمش ازاي؟ حاجة كده في منتهى الروعة والجمال فعلا. عايزة اقول لكم الطريقة دي من اجمل طرق البطاطس اللي انا انبهرت بيها فعلا. بصوا بقى الكاتشب ده انا عاملاه من شهرين ونص في التلاجة مش في الفريزر، حبيت اصور لكم برضو اللقطة دي عشان في ناس كتير بيسألوني الكاتشب بيفضل ازاي في التلاجة اكتر من شهر، فانا حبيت للامانة يعني اوري لكم شكل البرطمان عامل ازاي. انا اصلا كنت ناسي البرطمان ده في التلاجة، فانا وبتعبس على كاتشب لقيته علشان ناكل بيه البطاطس. بصوا بقى شكل البطاطس عامل ازاي، فعلا فعلا الوصفة دي تستاهل ان هي تطلع ترند، طعمها رائع. يعني الخلطة دي والكفر ده مع البطاطس حاجة بسيطة جدا جدا لكن مغيرة في البطاطس 380 درجة. لو وصلتوا بقى لغاية هنا انا بشكركم من كل قلبي على متابعتكم الجميلة، ما تنسوش تفرحوني بلايك كتير للفيديو علشان انا نفسي كل الناس تجرب الوصفة الجميلة دي، بحبكم فعلا من كل قلبي.